اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صورة روحانية وإيمانية، بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الثامن من شهر ذي الحجة بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. في اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، اليوم الذي تتجلى فيه مشعر منى في هذا المكان المبارك من مكة المكرمة، هذا المشعر الأقرب إلى مكة المكرمة والذي يتهيأ فيه الحجاج في بداية أعمالهم للحج، في أعمال يوم الحج يوم الثامن بعد أن يهلوا ويحرموا، ثم تبدأ المناسك في هذا اليوم يوم الثامن، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا يروون الماء استعدادا ليوم عرفة. لا يفوتنا في يوم الثامن أن نتذكر ما يتعلق بمنى، هذا المكان المبارك من مكة المكرمة، هذا المكان الذي صلى فيه الأنبياء في مسجد الخيف، وصلى فيه 70 نبي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم موسى عليه السلام. منى نتذكر فيها العبادات العظيمة من تهليل وتكبير، واذكروا الله في أيام معدودات في منى، واذكروا الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات في منى. منى من أعظم مشاعر الحج، يتذكر فيها الحاج ربه ويعظم فيها شعائره ويتهيأ فيها لعبادات عظيمة، يبتغي ما عند الله ويرجو فضل الله، والله إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. تقبل الله من الحجاج حجهم ويسر الله لهم أمرهم، اللهم آمين، اللهم آمين. حركة تصعيد جموع الحجاج لمشعر منى اليوم تميزت بالانسيابية وفق خطة مرورية محكمة، في حين رسمت مختلف الأجهزة في المملكة العربية السعودية خططا لتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء المناسك بكل سهولة ويسر عبر تنسيقها وتنفيذها وفق آلية دقيقة ومحكمة لإدارة رحلة الحجاج منذ وصولهم إلى المملكة وخلال فترة إقامتهم بالمشاعر المقدسة. ويستقر حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى الطاهر قبيل وقوفهم غدا الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. إنها من أفضل أيام العام، نسأل الله فيها المغفرة والتوفيق والقبول. عيد الرشيدي، موفى تلفزيون دولة الكويت، مكة المكرمة.